أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم البيع والشراء عند المقابر، حيث نلاحظ هذا عند بعض المقابر كمقبرة شهداء أحد في المدينة؟ ما هو عند المقابر، المقابر مسورة، هذا خارج المقابر. كل البلدان فيها مقابر، وبجنبها سكن، وبجنبها بيع وشراء. ما دامت المقبرة مسورة ومحوزة فما هو عند المقابر. أما لو دخل وسط المقبرة، دخل السور، صار يبيع ويشري، يمنع من هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.